خوتي خواتاتي السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي التيسير، خصوصا واحد الصديق سميتو زكي كيقول لي اني كنسى النويطه ديالي ديال الدخله ديال يرزقكم ربي التيسير. تحيه كبيره لك خويا زكي فيما كنتي كتسمعنا، وتحيه لكاع المتابعين ديال القناه. نبداو حكايتنا اليوم. في مدينه وجده واحد ليله مع شي 11 ونص ديال الليل، البوليس جاتهم واحد الاخباريه كتقول ان واحد السيد كبير شويه في السن لقاوه مقتول في الدار ديالو. الناس ديال الشرطه القضائيه تفاعلوا مع هاد البرقيه ومشاو لعين المكان، وديك الساعه نيت كيلقاو البشر مقجقج، بنادم مجموع قدام واحد الدار. وصلوا عندهم، السلام عليكم. السلام، شنو كاين سيدنا؟ هنا جا عندهم واحد الولد، واحد الولد تكون في العمر ديالو ديك 24 عام. قال لهم سيدي انا خدام عند هذا السيد، هذا السيد مسكين هذا اللي تقتل، خدام عنده في هاد لاصال ديال الميسكولاسيون، انا اللي مقابل ليه لاصال. قال لهم قبيله هبط الريدويات ديال لاصال، سديت ملي بغيت نعطيه السوارز عيط له في التليفون. كان عيط له ما كيجاوبنيش، قلت ربما السيد يكون في المرحاض كيتوضا، او ربما شي حاجه ملاهيه، ربما التليفون سيلونسيو. قال لهم بقيت كنتسنى واحد شويه، كنتسنى وليت قلت راه نعاود نعيط له، التليفون ديالو شاعل ولكن ما كيجاوبش. مشيت صونيت ليه في الانترفون، مشيت للباب ديال الدار بقيت نصوني في الانترفون ثاني ما كيجاوبش. ديك الساعه قلت ضروري خصني نطلع، اضطريت باش نطلع عنده. قالوا له البوليس ايوا شنو لقيتي في الدار؟ قال لهم انا عارف مالين الدار ديالو ما كاينش، ولادو ومرتو مشاو لشي عرس معروضين، خرجوا قدامي قبيله في العشيه، الباب ديال الدار لتحت قال لهم لقيتهم محلول. قال لهم ملي شدني مظلمه والضوء ديال الدار ما كيشعلش، حاولت نشعل الضوء ديال الدروج ما كيشعلش، جبت التليفون ديالي وبقيت نضوي به، يعني اذا باين الضوء ديال الدار فيه شي مشكل، ربما وقع شي سيركوي، ربما طاح ديجانكتور. قال لهم جبت التليفون ديالي اضطريت نشعلو، داك نوكيا بيل داك التليفون العظم نتوما عارفين ديال هادي شحال. قال لهم بديت كنضوي به حتى كنوصل كنتفاجئ، با قاسم مسكين مقتول، مقتول وسط الدار. قال لهم هبطت هذيك الساعه كنجري علمت الناس وعيط لكم نتوما. التصريحات والاقوال ديال هذا الولد هي هذه. طلعوا البوليس للدار، فعلا لقاو الضوء ما خدامش، كيشعلوا ما خدامش الضوء، كيبركوا لهاد الطرطاقه على هاد النقاصه والو. مشاو للديجانكتور قالوا ربما الديجانكتور طايح، كيلقاوه عادي طالع ولكن الضوء ما كاينش، اذا كاين شي مشكل في الضوء. حتى هما جبدوا البيلات وبقاو كيقضيو بها. ملي دخلوا كيلقاو السيد مقتول، راجل تكون في العمر ديالو ديك 65 عام، فيه واحد ضربه الموس خطيره في العنق ديالو. اللي قتلو اختار له هاد الموته الخايبه، ذبحو من اللودن حتى اللودن. لقاو التليفون ديالو مرمي تما حداه، حجزوه البوليس ودخلوا لواحد البيت، دخلوا البيت ديال الناس كيلقاو الخزانه، يعني داك الماريو فيه ثلاثه ديال البيبان، الاول والثاني والثالث، بثلاثه مهرسين، بثلاثه مطردقين لهم السوارت، مدقدقين لهم البيبان، والبيت تما مرون، باينه تكون تسرقت من هنا شي حاجه، او على الاقل تكون محاوله السرقه. غالبا هاد الناس قتلوا السيد ودخلوا باش يقلبوا تمايا، لقاو غادي يسرقوا، راه ما لقاوش، راهم هرسوا وخرجوا بحالهم. والباقي نحن ما عرفناش واش الجاني واش واحد ولا بزاف. عناصر ديال مسرح الجريمه حاولوا انهم يقلبوا على البصمات، ربما يلقاو شي بصمات، داروا مسح دقيق في عين المكان. البوليس ولاو سولوا هذاك الولد، هذاك الولد اللي مقابل لاصال، قالوا لي هذا السيد هذا امتى اخر مره شتيه؟ قال لهم اودي غير شي نص ساعه دابا تقريبا كان في لاصال نيت، غير واحد شويه كان في لاصال وخرج طلع للدار. وزاد عطاهم واحد الاماره، قال لهم اودي با قاسم ملي خرج من لاصال راه كان اتصل به شي حد في التليفون وخرج كيهضر معاه. هذه كانت معلومه ونقطه مهمه مهمه هي في البحث. قالوا ليه واش هاد السيد هذا ساكن غير بوحدو هنا في الدار؟ قال لهم لا، با قاسم راه ساكن مع ولادو ومع مراته، وراه يمكن دابا غير خارجين. قال لهم راه شفتهم مع ديك الجوج ديال النهار، خرجوا من الدار ولابس الحوايج ديال الحضور، يمكن معروض لشي عرس او شي مناسبه عندهم، مع المراه لابسه التكشيطه ديالها والدري لابس المقيل وغاد. قالوا له هاد السيد هذا شحال من واحد كيسكن معاه هنا؟ قال لهم هاد السيد هذا عنده جوج ديال الاولاد وبنته ومرته. قالوا له واش اتصلتي بهم بعدا خبرتيهم بهذا الشيء اللي وقع لباهم ولا لا؟
قال لهم أودي أنا عيط لهم وراهم جايين في الطريق. وبالفعل دازت واحد المدة قليلة تقريبا واحد ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى وقفت الطوموبيل. الطوموبيل فيها الوليدات وفيها الزوجة ديال الضحية. جاءوا دخلوا طالعين كيجريو قال لهم هذا البوليس. قال لهم ما كاينش طلوع الله يرحم الوالدين الله يصبركم ولكن غادي نجلسوا معنا هنا صبروا حتى يخرجوا الناس ديال مسرح الجريمة. الناس مازال فوق ومازال خدامين وعاد طلعت وما كيقلبوا على الزيت ما الدرجلين كيقلبوا على البصمة عاد مشاو يترونوا الدنيا. واحد من ولادو قال ليهم اسيدي الوالد ديالي راه يالله هضر معايا دابا في التليفون. قالوا ليه شحال ديال الوقت كاع يكون باش هضر معاك؟ قال لهم ماشي بزاف شي ساعة تقريبا او ساعة الله. قال لهم اتصل بيا وقال لي راه الضو تقطع عندنا في الدار. قلت ليه شوف شي تريسيان. وقال لي رانا عارف رانا عاد توريلي رانا عارف خصني نشوف تريسيان وانا كنعيط لك باش انت تقضي الغرض. هم اللي ما جاوبتوش قال لي صافي صافي انا غادي نتصرف. قال لهم هذه هي المكالمه اللي دارت بيني وبين المرحوم. واخ خرجوا الناس ديال مسرح الجريمه من الدار نقلت الجثه المستودع الاموات. ديك الساعه طلعوا العائله الضحيه كيجريو للدار. وهنا غادا تبان قضيه اخرى. مرات السيد اللي تقتل تقول لهم واحد الهضره قالت لهم سيدي راه الفلوس كلها تسرقت من الدار. قالت لهم كانت عندنا هنا الفلوس في الماريه ودابا ملي قلبت كنلقى غير يدي والبحثه مشات الفليزات. قالوا ليها شحال ديال الفلوس كانت عندكم هنا؟ قالت لهم سيدي انا كانت عندي 12 مليون. ايوا وراجلك شحال كانت عنده؟ قالت لهم الا قلت لكم غنكون تما كنكذب عليكم ما عرفتش بالضبط. المهم كانت عنده الفلوس وفلوس كثيره ولكن شحال بالضبط رانا ما عارفاش. اذا هذه السيده صرحت ان الفلوس ديالها هي 12 مليون وراجلها الله اعلم بعلمي شحال كانت عنده ديال الفلوس. ما عرفناش شحال سرقت له ديال الفلوس. واخا سيدي سولوا العائله ديال الضحيه قالوا لهم فيك تشك المراه والدراري. كيقولوا سيدي حنا راه كنا في واحد العرس واحد الناس من العائله كانوا مدايرين الملاك ديال بنتهم وعرضوا لنا مشينا عندهم كبرنا بها. هنا بان ان السيد كان بوحدو في الدار البوليس وهما باقين في عين المكان كياخذوا الماكسيموم ديال المعلومات من الجيران من الناس اللي حضروا من الشهود او شي معطيات اللي تقدر تساعدهم في البحث. هنا غادي توصلوا لواحد المعلومه كيقول واحد السيد كيسكن تما جارهم قال لهم اودي انا دابا تقريبا شي نص ساعه او الساعه الارب كنت واقف مع با قاسم. انا دابا كنت واقف مع دابا شويه شي ساعه ولا ساعه الارب كنت واقف مع حدا الدار ديالو. قال لهم انتما كتشوفوا بعينيكم الباب على الباب. قال لهم واش كنتو كديروا؟ قال لهم كنا كنهضروا كنتهاودوا انا وياه. قال لي راه عنده شي مشكل في الضوء وبلي راه عيط للتريسيان وراه كيساينوا دابا كيقول لي راه تعطل عليا بزاف هاد خينا هاد. قال لهم خليته كيتسناه وديك الساعه طلعت بحالي للدار. هنا بما ان البوليس ملي طلعوا للدار لقاو الضوء مازال ما خدامش يعني باقي العطاب كاين. اذا هاد الشيء اش كيعني؟ كيعني اما تريسيان ما جاش كاع عنده للدار يعني باقي ما جاش او جا وما عرفش الديفو فين كاين يعني ما عرفش يصلح العطاب. البوليس بداو كيتسائلوا كيسولوا الناس تما ولاد الضحيه قالوا لهم شكون نتوما تريسيان اللي مولف كيجي عندكم للدار؟ يعني شكون اللي كتعيطوا له ديما ما كيوقع شي عطاب في الضو كيخسر لكم الضو لما كتعيطوا؟ والضحيه قال لهم اودي تريسيان اللي موالف كنتصل به واللي كيخدم معانا من كيكون شي عطاب كنعيطوا له كيكون شي مشكل عندنا في الضو في الدار راه هو فلان. مشاو عناصر ديال الدرك الملكي جابوا هاد فلان اجي لهنا وبداو يستجوبوه. تريسيان قال لهم اودي فعلا با قاسم راه عيط ليا معايش عيط لك با قاسم. قال لهم عيط لي مع 7:30 ديال الليل. قلت له با قاسم راني ما مساليش غير سمح لي. قال لي غنتسناك اسيدي. قلت ليه راه غادي نتعطل عليك بزاف غير شوف شي حد اخر انت دابا مزير في الضو شوف شي حد اخر اللي يصلح لك الضو. قلت ليه قال لي راه غادي نتسناك واخا تعطل غادي نتسناه. قلت له سيدي انا راه غادي نتعطل بزاف. ديك الساعه قال لي راه ضروري خصني نصاوب الضو. قلت ليه واش نعطيك النمره ديال شي تريسيان اخر؟ قال لي بلاش غير الله يهنيك انا نتصرف. اذا هذا الولد هذا ماشي هو التريسيان اللي كان كيتسناه الضحيه. هاد الولد هذا ما نكرش قال لهم فعلا راه اتصل بيا مع 7:30 وقلت له اودي راه غادي نتعطل عليك ما غاديش نجي عندك. اذا هنا الحل الوحيد اللي بقى عند المحققين
هو التليفون ديال الضحية. الحل الوحيد هو يقلبوا في داك التليفون ويشوفوا شكون آخر رقم اللي عيط له الضحية أو آخر رقم اللي عيط هو الضحية. هنا غادي نشير لواحد النقطة، هي أن البوليس ملي جاوا للدار هما وفريق ديال مسرح الجريمة راح حجزوا واحد التليفون ديال الضحية على اعتبار أنه بقى تما في مسرح الجريمة، تعاملوا معاه كلوقة. والمصطلح ديال اللوقة شنو هو؟ يعني حاجة تلقات في مسرح الجريمة وغالبا عندها تكون عندها علاقة بالجريمة. هاد التليفون ملي تلقى حدا القاتل ما هزوش باليد، يعني داروا الليقات وداروا داك المقبض ديالهم ودخلوه في الميكا، يعني تعاملوا معاه بحال شي كاس او شي قرعه اللي غادي يهزوا منه البصمات. بالفعل التليفون كانوا باينين فيه البصمات وترفعوا منه هاد البصمات. هذا التليفون كان تليفون عادي، حنا كنهضروا دابا في الالفينات، يعني بين 2000 و2010 مازال التليفونات ما كانوش طاكتيك، كانوا تليفونات عاديين. حجزوا هاد التليفون هذا وداوه باش يرفعوا منه البصمات على اعتبار انه تلقى في مسرح الجريمه. على أي الغريب في هذه القضية أن المحققين من اللي بدأوا يقلبوا في الأرقام ديال اللي عيطوا للضحية أو هو اللي عيط لهم كيلاحظوا واحد بسأل واحد القضية غريبة، تفاجئوا أن كاع الأرقام اللي كاينة في التليفون تمسحت، ما لقاو حتى شي رقم. إذن هذا الشيء كيعني؟ كيعني أن شي حد هو اللي مسح الأرقام، لأن الضحية بحسب ما صرح به الإبن ديالو قال له ودي أنا راه الولد ديالو اش كيقول؟ كيقول اودي راه نعيط للوالد وماشي بزاف دابا. الجار ديالهم كيقول لهم سيدي راه كان كيهضر مع شي واحد، راه خليته كيهضر مع التريسيان. وحتى الولد داك اللي مقابل لاصال قال لهم با قاسم راه خرج من لاصال كيهضر في التليفون. اذا هاد ثلاثه المكالمات باينين، فين مشاو هاد ثلاثه المكالمات؟ اذا هنا كاين دليل ان شي حد اللي مسح هاد الارقام كامله، وهاد ثلاثه المكالمات كامله جاوا في ديك الوقيته. وعلاش البوليس ما لقاو حتى شي رقم؟ كلشي تمسح. واش هذا كيعني ان القاتل او القاتله هما اللي مسحوا الارقام من التليفون؟ والا كان فعلا هذا اللي قتلو هو اللي مسح الارقام، فراه البصمات اللي غادي يطرفوا من الهاتف غادي يكونوا بصمات مهمه وحاسمه في البحث ديال هذه القضيه. اكيد هذا اللي خطا التليفون ديال الضحيه غيكون خلى البصمات ديالو. هذا الشيء بطبيعه الحال ما كانش كيستعمل ليكات. على كل الطبيب الشرعي حتى هو ما يقدم شي معلومات مهمه في التقرير ديالو، كيشير فقط بان الضحيه تلقى طعنه قاتله على مستوى العنق، وقال لهم ان هذا القاتل اللي ضربها الضربه هذه ديال الموس راه احتمال كبير يكون كان على معرفه مقربه من الضحيه. يعني القاتل كيعرف الضحيه والضحيه كيعرف القاتل مزيان. كي دار استنتج هذه المساله هذه؟ استنتج هذه النقطه هذه من خلال طبيعه الضربه ديال الموس اللي كيبان انه كان فيها اصرار على القتل، ذبحوا مزيان ما خلالوش فرصه انه يقدر يعيش. شي واحد من كيبغي غير يضربك يطيحك باش يمشي يسرق ما يضربكش هذه الضربه كامله. هذا راه باين واحد مصر انه يضربك الضربه ديال الغصب ديال الموت وما يتفارق معاك حتى يتاكد انك فعلا متي عاد عايز يذبح حاله. علاش؟ حيت انت كتعرفه، ويلا خلاك موراه غادي تفضحه. واضح الامر، اي الطريقه ديال باش قتلتيه كيبان. هذا الشيء اللي شار ليه الطبيب الشرعي كان هذا هو التصريح ديالو. بقاو البوليس كيبحثوا هنا كيبحثوا له، يسولوا هذا يسولوا الاخر، خضعوا الاقوال من مجموعه ديال الناس في انتظار ان تخرج نتائج ديال البصمات اللي طرفعت من التليفون ديال الضحيه. هذه القضيه ديال ان القاتل مسح الارقام ديال المكالمات، مسح الارقام الوارده هو الصادره، شنو كتبين؟ تبين ان مسحهم باش ما يتعرفش، وكيبين ان نمرته كانت معيطه للضحيه او هو معيط ليها قبل الجريمه. ولكن هذا القاتل هذا غايب عليه واحد القضيه، غايب عليه انه واخا المكالمات يتمسحوا راه كاين طريق اخرى. كيعرفوا الرقم ديال الضحيه، اين شركه ديال الاتصالات؟ واش اورانج واش انوي واش اتصالات المغرب؟ اين شركه تابع ليها هذيك لابوس ديالو؟ وهي كيتصلوا بها وكتعطيهم معلومات كامله وكتعطيهم حتى التسجيلات حتى المضمون، او يعرضوا هذاك التليفون على مصلحه ديال المعلوميات ديال الشرطه ولا المختبرات المختصه في هذا الامر، وغادي يعرفوا جميع البيانات وجميع الارقام اللي اتصل بها الضحيه او اللي اتصلت بالضحيه. ولكن البوليس ما بغاوش كاع يمشيو من هذا البيست، حيت باقي لهم الامال وامل كبير انهم ياخذوا البصمه ديال القاتل غير من التليفون، غيعرفوا من الفعله لانهم سحن النوامر.
على كل واحد النقطة أخرى مهمة، وبما أنه كان تأكيد من طرف الإبن ومن طرف الجار ومن طرف هذاك الود اللي خدام عنده في لاصال كيقول وكيأكدوا بأن با قاسم عيط للتريسيان. فاش كون هو هاد التريسيان هذا؟ الولد دابا اللي كنعرفوه واللي كيخدم تريسيان وكيجي عندهم للدار واللي مشاو عنده البوليس بحثوا معاه وعمقوا معاه البحث، جاهم الصراحة، جاهم قود، قال لي ما ودي فعلا أنا اتصل بيا با قاسم، وقلت له غير شوف شي واحد آخر رانا غادي نتعطل عليك. خداو التليفون ديال هاد التريسيان كيقلبوه كيلقاو فعلا اخر مكالمه كانت عنده مع الضحيه، وكانت بالضبط مع 7:30 ديال العشيه. هاد الوقت با قاسم راه مازال حي، كان باقي حي يرزق. البوليس ولاو مشاو عند هاد التريسيان وقالوا لي اودي معايش دخلتي انت لدارك. التريسيان قال لهم انا دخلت للدار معطل شويه، ما دخلت حتى لشي 12 ديال الليل. بحثوا معاه مزيان وقالوا ليه قول لينا فين كنتي قبل 12 ديال الليل، انت دخلتي مع 12 ولكن قبل 12 فين كنتي؟ قال لي ما ودي راه كنت عند واحد صاحبي، واحد صاحبي كيراعي هنايا في الدار، كنت عندو وبقيت معاه بقينا قصارين حتى 12 ديال الليل وتعشيت معاه، ومن تما جيت المحالي جيت للدار ديالي. بالفعل صاحبهم اللي مشاو عنده اكد لهم هاد المعطيات كامله، قال لهم فعلا هاد الولد هذا راه كان عندي وتعشى معايا وحتى لشي 12 ديال الليل عاد خرج بحاله. اذا هاد الولد هذا لحدود الساعه البحث كيقول بان هاد الولد ماشي هو الضاني اللي كيقلبوا عليه، هاد الولد ما عنده حتى شي علاقه بالقتل ديال با قاسم. واخ نتائج البصمات اللي ترفعت من التليفون غادي توصلوا بها مصلحه الشرطه القضائيه اللي مكلفه بالبحث في هاد القضيه، وراها مكلفة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بطبيعة الحال. اش كيقولوا؟ كيقولوا هاد البصمة اللي في التليفون راه تعود لواحد السيد سميتو فلان بن فلان، رقم البطاقة ديالو كذا كذا، ومصلحة جدادية البطائق الوطنية أعطتهم جميع المعلومات الشخصية حول مول البصمة. شكون هو هاد مول البصمة؟ الصدمة اللي غادي يحسوا بها هي من غادي يعرفوا هاد مول البصمة. يعني هاد خينا اللي ترفعت البصمة ديالو من داك التليفون ما كانش متوقع كاع، هذا اللي ترفعت البصمة ديالو من التليفون وأكيد هو آخر واحد هز التليفون ديال الضحية من اللي كان مسكين الضحية كيبخبخ، وأكيد هو اللي غيكون مسح الأرقام والمكالمات. هاد الولد تا واحد ما كان يتوقعه، وحتى انتم دابا ما توقعتوش، هو التريسيان نيت اللي كانوا كيحقوا معاه دابا وقال لهم باللي ما جاش عندي با قاسم للدار هذيك الليلة، وقال أنه كان مشغول وقال لبا قاسم غير دبر على راسك. التريسيان هو مول البصمة، إذن راه كذب على البوليس من الأول، هو كيكذب عليها. بالفعل كان هذيك الليلة في الدار ديال با قاسم، وخير دليل على أنه كان في مسرح الجريمة هو البصمة ديالو. آش كانت كدير البصمة ديالو في التليفون دبا قاسم، التليفون اللي تلقى حداه فاش تقتل؟ البوليس خرجوا ديك الساعة لقطوا عليه وجابوه، أرى بطاقة التعريف الوطنية ديالك، خداو لاكارت، تأكدوا أنه هو نفس الشخص اللي كشفت عنه البصمات، نفس الشخص اللي حدت لهم مصلحة جدادية البطائق الوطنية الهوية ديالو في الكوميسارية. واجهوه بهذه الأدلة، قالوا لي يا ولدي أنت كتقول بلي هذيك الليلة ما جيتيش عند با قاسم للدار، وبأن من اللي اتصل بيك قلت لي يا ولدي راه غادي نتعطل عليك بزاف غير دبر على راسك. قال لهم فعلا هذا الشيء اللي كاين. قالوا له ولكن يا ولدي البصمات ديالك هما تلقاو وتلقاو في مسرح الجريمه، والبصمات كياكدوا بانك هذيك الليله جيتي عندو الدار، البصمات ديالك راه بقاو في هذا التليفون. هزوا التليفون كيوريوها له، ها التليفون اللي فيه البصمات ديالك. قال لهم لا سيدي كاين شي غلط تما. كلشي كيقول هذا الشيء طبيعه الحال غادي ينكر، وحاجه طبيعيه انه غادي يبغي يدافع على راسه ويبغي يتلاعب في الاقوال ديالو، ولكن البصمات كانت بمثابة حد توضع لكاع المحاولات ديال الإنكار والتلاعب دياله. الدلائل العلمية ما عندك ما تهضر فيها، هاك تيتم كتيتم الهضرة أو المواجهة مع الشهود تقدر تخرج عينيك، ربما تقدر تلعب، ولكن البصمة لا مفر منها. عمقوا مع البوليس البحث، واجهوه بالأدلة، حاصروه بالأسئلة، واضطر يعترف في الاعترافات دياله في المحضر. اش كيقول هاد التريسيا؟ صرح بواحد القضيه غريبه بزاف، قال لهم ودي انا غادي نعاود لكم كل شيء بالتفاصيل،
غادي نقول لكم اشنو وقع. قال لهم في هذيك الليله اتصل بي ابا قاسم مع 7:30، قلت لي ابا قاسم راه غادي نتعطل. قال لي ماشي مشكل انا غنتسناك. قال لهم تقريبا مع هذيك 11 او 11:30 جيت عندو للدار، جبت هذيك لافاليز. يعني ماشي قال له انا غندبر على راسي، لا تسناه. قال له راه حتى واحد ما كيدخل عندي للدار من غيرك. قال لهم جد ديك الباليزه ديالي اللي فيها الدوزان كامل مجموع، وجدت معايا واحد صاحبي كيعاونني. قال لهم جينا على اساس نصاوبوا ليه الضو. هاد تريسيان هو وصاحبه ما كانوا جايين باش يقتلوا بقاسم، ما كانش عندهم اصلا نيه القتل نهائيا، لكن ملي جاوا وطلعوا للدار وعرفوا بان بقاسم كاين غير بوحدو في الدار، وبداو مجمعين معاه قلقبين الناب. قال لهم اودي راه ما كاين حتى شي حد في الدار، وراه الضو خسر ليا، مرتي ولادي راهم معرض لواحد العرس، وشوفوا كاش يجيو الضو خاسر ليا، رانا غنقنط بلا ضو، خصني نشعل التلفازه، خصني هادي، خصني هادي. هاد الولد هاد تريسيان هذا فايت سامع شي خبار على هاد بقاسم. شنو هي هاد الخبار؟ فايت سامع شي تنقنيقه كتقول ان بقاسم راه كيجبد الكنوز هو وشي صحابو سواسه من اكادير، واللي خلى الناس متاكده من هاد القضيه هادي ومدوره الهضره عليه مزيان هما هو انهم عارفين بان بقاسم كان ما فحالوش، ودغيا طلع دغيا دار لاباس. بقاسم ما خدام ما ردان، ما وارد فلوس على والديه، ما قاري، ما عمرو كان خدام شي خدمه تفرح، ما عمرو دار شي مشروع. وكيفاش بنا ثلاثه ديال الديور، جوج كاريهم وهذه اللي ساكن فيها على ثلاثه، فيها ثلاثه طبقات، ولادو شارين الطوموبيلات، وتا هو شاري طوموبيل مليحه، وعندو لاصال ديال ميسكولاسيون، وعندو حمام تركي بالصونا وداك الشيء. عرفوه فعلا انه كيجبد الكنوز، وكاع الناس عارفينه ما يقدرش يحط فلوسه في البنك، حيت لا حط فلوسه في البنك الهضره على الدور. من اين لك هذا؟ اذا هذا السيد كل شيء كان عارف في ليسات راه محطوط مع الدار في شي كوفر فورم سد عليه، غيكون با قاسم عنده كنز ديال علي بابا في الدار ديالو. ملي تاكدوا ما كاين معاه حتى شي حد في الدار والدنيا مظلمه قتلوه، دخلوا البيت الناس هرسوا دوك البيبان، سرقوا فعلا 12 مليون ديال المراه، ولكن المبلغ اللي سرقوا لبا قاسم واللي كتقول المراه راها ما عارفاش، كتقول لهم انا عندي 12 مليون هو ما نعرف، ولكن راه عارفه هي شحال. وانا غادي نقول لكم علاش ما بغاش تصرح للبوليس شحال تسرقت الراجلها. الفلوس اللي تسرقت الراجلها 140 مليون، داو ليهم 140 مليون بالتمام والكمال، زيد عليها 12 مليون ديال مراته، يعني في المجموع ضربوهم في 152 مليون، 152 بريكة. هذا السيد منين جاتو هاد الفلوس كاملة؟ وإلا كانت عنده، أش كدير عنده في الدار؟ 152 مليون حطها السيد في الدار. إذا هاد السيد هذا ملي ما حطهاش في البنك وهذا فلوس مشبوهة، إذا فعلا كيجبد الكنوز. وهاد الولد هذا هو وصاحبه، هاد تريسيان وصاحبه، مشاو معاهم البوليس للدار وجابوا الفلوس. تريسيان كان ساكن غير مع دارهم، وصاحبه الاخر كان كاري واحد البيت، ولكن من اللي ضربوا هاد لافير هادي وسرقوا هاد الفلوس مشاو مباشره كراو بارتما ومشاو خباو فيها الفلوس، وما كانوش كيمشيو لديك بارتما نهائيا باش ما يثيروش انتباه. ولكن من اللي اعترفوا البوليس مشاو لتم حجزوا الفلوس كامله. ما عرفش بالضبط شحال يكونوا حجزوا، واش 152 مليون كامله ولا صرفوا منها شي حاجه، ان المراه 12 مليون هو 140 مليون 152، ولكن شحال يكونوا خسروا منها كاع 10 مليون كاع؟ هذا الشيء لا مشينا لابعد حد، خاصه ان البحث ما طولش، البحث في هذه القضيه ما دامش مده طويله، كانت تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام. ان الامر اللي كان حاسم وفصل في هذه القضيه هو نتائج ديال البصمات، البصمات اللي ترفعت من الهاتف هي اللي كانت حاسمه. وشحال طولت البصمات باش خرجت؟ تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام. اما في ديك الوقيته، اما دابا راه نتائج ديال البصمات راه في البلاصه، نهار يومين بالكثير كتخرج النتيجه. حجزوا داك الفليسات والمجرمين قدموهم للعداله، وتمت اعاده تمثيل الجريمه في هذه القضيه، وتوثقت الامور كامله. شوف هاد الناس ما كانت عندهم الفكره ولا النيه لا للسرقه ولا للقتل، كانوا غادي يخدموا على راسهم، ما كانش عندهم النيه انهم يقتلوه، ولكن ملي بانت لهم الفرصه ما ضيعوهاش، ما زقلوهاش، وما فكروش كاع بزاف، غير دازت الفكره قدامهم لقطوا عليها، نفذوا
الجريمة، سرقوا وقتلوا في رمشة عين، جاتهم الفرصة قتلوه بلا رحمة وبلا شفقة. فين كبقاس؟ قالوا له الفران، الفران مني كتدخلك العافية؟ قال لهم من فمي. وفعلا أي واحد المصايب كتجيه من لسانه. واحد الحديث كيقول وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. واش داك تقول لهم رانا بوحدي؟ هو أصلا الدافع عنده، الدافع ديال ارتكاب جريمة عنده، ملي عارف كان عندك فلوس في الدار وبقات لي غير الفرصة المواتية وانت عطيتيها له. شي وحدين غالطين مع راسهم كيقولوا حقا هاد الشمكار هذا ديال ولد دربنا، هاد ولد الحي ديالنا، حقا راه حنا كنعرفوه، راه ما يقدرش يأدينا، وراه كيعرفنا معرفة مقربة، ما يقدرش يتعرض لينا أو يجريسينا، ما يقدرش يتعدى علينا. يا سيدي بصح، ولكن علاش؟ حيت كيعرفك، عارفك ماهاش معاك الفلوس. أما هو إلا شدك في شي بلاصة خالية وعرف باللي الجيب ديالك سخون وعندك الفلوس، غادي يقتلك وياخذ لك الفلوس. باش نكونوا واضحين في هذه المساله ونحسموا فيها وما نبقاوش نكذبوا على راسنا، نقولوا لا حق هذاك كيعرفني، راه ولد دربنا، ما يقدرش يادينا. اودي الا لقاك بوحدك وكانت عنده امكانيه انه يقتلك، وعارف راسه ما غاديش يحصل، وعارف راسه من غادي يقتلك غادي يستافد، يعني يلقى عندك الفلوس في جيبك او شي باليزه، ما غاديش يرحمك، كون مأكد. هذا الولد هذا عمنا التريسيان تقدم العدالة هو وصاحبه بتهمات القتل العمد، قتلوهم اللي كانوا خارجين تفكروا بقاس من عيط لينا في التليفون، هو البوليس في البلاصة غادي يلقاو النمرة وغادي يعيقوا بينا. مشاو كيزريو التليفون، خذاه داك التريسيان ومسح دوك النوامر كاملة، وغفلت عليه القضية ديال البصمات، نساها أو ربي عماه، تحرروا المحاضر الرسمية في حقهم وغادي تحكموا بالسجن المؤبد هما بجوج. تريسيان عنده 24 عام وصاحبه مسكين عنده 22 عام، غادي يمشي ويفنيو الشباب ديالهم، مش من الشباب، غادي يفنيو الحياة ديالهم، غيدفنوا راسهم وهما حيين في السجن المؤبد. هاد الجوج تزرفوا من اللي لقاو داك المبلغ كامل، لقاو سالو ريوغو. وهاد القضية كيف قلنا جرت البحث آخر ديال مالي الكنوز، بداو البوليس كيبحثوا مع الزوجة، راجل كني كيجيب هاد الفلوس هادي كاملة، وداروا عاد ولادو مني جاتكم انتم هاد الفلوس والحديد وكذا وهادي، وعلاش مخبين هاد الفلوس هادي في الدار؟ حتى توصلوا لواحد المعلومة بأن هاد الراجل هذا بقاسم الله يرحمه كيعرف شي وحدين، هاد الوحدين هادي كيجيو من عنده من سوس من أكادير، هادو ماشي من وجدة كاع، راهم صحابو كيجيو من الجنوب أكادير، كيجيو عنده كيبداو يدورو في دوك المناطق، كيسافروا مثلا 4 أيام سيمانة، كيخرجوا لديك بلايص الخاليين، كيقلبوا على دوك الخزائن، دوك القنبورات اللي كيكون فيهم الذهب، وكيقدروا بالطرق ديالهم انهم يجبدوا الكنوز، اما بالزهري اما بخريطه اما بكذا. اما البوليس وصل ليها، وكانت واحد الحمله تطهيريه في حق هاد الناس هادو كاملين، ضبطت واحد مجموعه ديال هاد الناس اللي تورطوا في هاد القضيه ديال الخزائن. هاد الشيء ديال الخزائن اللي تحت الارض راه ممنوع قانونيا، ممنوع انك تحفر عليهم، الدوله كتعتبرهم ملك عام، ملك العموم، ماشي ديالك، عا لقيتيه صافي. انت واخا تكون في الدار ديال كاع تلقات خزنه، راه ماشي ديالك، انت عندك عفو بالارض تحت الارض ديال الدوله. وبزاف ديال الناس تشدوا وتقدموا للعداله في بحال هذه المناتيف هذه. كانت هذه هي حلقه اليوم، نتمنى اننا نكون قدمنا ما يفيد للعبره، واللي كنستافدوا من هذه القضيه هذه ومن هذه المسطره هو ان هاد الناس كانوا مساكن جايين غير يصاوبوا الضوء في دار هذا السيد، ما جايينش يقتلوه، ما جايينش يسرقوه، ولكن ملي جاوا لتما ولقاو الجو خالي ولقاو بان الدار خاويه، والسيد قال لهم اودي انا ملي الدراه ما كايناش لا المراه لا الدراري، راه انا بوحدي، حق راهم معروضين، عرفوا بان هذه الفرصه هذه ما عمرها غادي تجيهم، راه السيد عاب وحده في الدار والدنيا طافيه الضوا، ولقاو الباليزه ديالهم ديال الدوزان حداهم، وعندهم الموس تما اللي كيقطعوا به الكابليات ديال الضو، غفلوا السيد وتكاوه. وماشي اي واحد كنعرفو حنا راه ندخلوه لدارنا، واخا يكون ولد دربك وحقا راه كيجريسي على البراني، حقا كيجريسي على اللي ما كيعرفوش، وراه واخا تكون انت كتعرفو وكتاكل معاه الطعام، تشرك معاه الطعام، راه غير الظروف ما مساعداش، ولا ساعدته الظروف ما يعقلش عليك. هاد السيد هاد بقاتك وكان دخل سوق راسو وسكت، قول له خويا مرحبا بك، عندي الضيفو شوفوا لي، عندي الضيفو الضو شوفوا لي، وسكت، بقى تعاود له قصة حياتك، انا حقا بوحدي المرا ما كايناش، وانت اصلا متهم بان عندك الفلوس تما، اي واحد راه طامع فيك، وربنا ندارك بين عينه وتابعك،
درتي رزق اخويا ودبرتي خوي البلاد اللي الناس ديالها عارفين كنتي مقرد ما كتكسب ما كتعلى. بدل البلاد دخل لمدينه اخرى عند ناس اخرين ما كيعرفوكش ومن الاول يعرفوك لاباس عليك. اما لو بقيتي في بلادك وتبدلت صباغتك بين ليله ونهار الا ما قتلوك ولا ما سرقوك غيحسدوك ويتبعوك والتابعه راه واعره حتى تلقاها شي نهار. المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير، تهلاو في ريوسكم، الى اللقاء.